بسم الله، هنشوف مع بعض الليارات او الطبقات في برنامج البلندر. ايه حكاية الليارات او الطبقات؟ بيبقى عندي كذا ورقة شفافة، كل واحد فيهم فيها بعض العناصر، فانا مجرد انا حاطهم كلهم فوق بعض فببقى شايف العناصر كلها مع بعض. بس ممكن اشيل اي ورقة بسهولة، يعني ممكن تكون مثلا تعمل فيلا وفيها عربيات وناس وحاجات كتير حواليها، وانت عايز بس ايه، طلب منك ان انت تعمل ريندر للفيلا من غير الناس ومن غير عربيات، فخلاص بتروح خافي الناس والعربيات، بتبقى سهلة بدل ما تروح تدفيهم واحدة واحدة. فين بقى موضوع الليارات في برنامج البلندر؟ شايف الجزء دوت، هو الجزء دوت اللي فيه الليارات. كل واحدة من دول لير معينة فيها بعض العناصر، لما يكون فيها بعض العناصر بتبقى واخدة شكل زي دورية صغيرة فيها، لما تكون سودا يبقى دي شغالة ونشطة دلوقتي، تمام؟ يعني أنا لو دوست على واحدة فيهم بتفيل الباقي كلهم وشغل واحدة فيهم. أي تمام، كل واحدة من دول فيها بعض العناصر. طب لو أنا عايز أبدأ أشوف كذا كذا لير مع بعض، بدوس شيفت وأبدأ أختار مع بعض، هتلاقيهم بدأوا يظهروا معايا. غالبا أول واحدة دي كان فيها الكاميرا وفيها الإضاءة، تمام، اللي هي ديت. كل دول ليرات تقدر تحط فيها بعض العناصر. طب ازاي انقل عنصر من مكان لمكان؟ بسيطة جدا، اعمل سيلكت العنصر ودوس حرف الام، او من اوبجكت هتلاقي موف تو لاير، بيديني قائمة بيقول لي العنصر دوت موجود على اللاير دي، عايز تنقله لانهي لاير؟ اقول له مثلا لا انقلها لاير واحد، تمام، فبقت موجودة هنا. لو شلت اهي، لو اخترت ديت اختفت، لو دوس شيفت الاتنين جم مع بعض، تمام. اللاير دي مثلا عايز انقلها لاير واحد، اعمل على سيلكت واقول له ام، وروح قايل له خليها في لاير واحد، فهتلاقي اللاير ديت خلاص مبقاش فيها الدوريات الصغيره اللي بتدل ان فيها عناصر، تمام. طب هل ينفع احط عنصر واحد في كذا لاير؟ اه، مفيش مشكله، اعمل دوس ام ودوس شيفت وابدا اختار الليارات اللي انت عايز تظهر فيها، بحيث ان مجرد اي لاير فيهم تتفعل خلاص العنصر ده يبقى ظاهر معاك. يعني لو قلت له هنا هتلاقي كرة خضراء ظاهرة معاك، هنا ظاهرة معاك، هنا ظاهرة معاك برضه. فدي الليارات في برنامج البلندر.